احنا نعرف يا شيخ بندر ان الاستشارات بحر لا ساحل له، لا ساحل له ومحيط لا حد له، لا حد له. اسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا ونشكره الذي من علينا وتفضل بهذه النعم الكثيرة العظيمة في هذه البلاد المباركة، بلاد الخيرات، بلاد التوحيد. وهذه الحالات والقصص ترى أنها ولله الحمد نادرة، يعني نحمد الله أو خير كثير أن بعض الناس متشائم، لكن هي لا بد تحصل. هذا مجتمعنا ولله الحمد. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطأون التوابون، كلنا ذو خطأ. هذا اتصل بي أحد الإخوة الفضلاء، وظنه الظاهر عام 1433، يعني قبل كم؟ 13 سنة. عنده 4 من الأبناء، بنتين وولدين، قال وهم صغار يعني توهم في الابتدائي في المتوسط، وقال خلاص يعني كأني أنا ويا الزوجة وقفنا. صار بيني وبين الزوجة اتصال، قالت خلاص ما طابت نفسي. أنتم تبون نتداول هالقصة الحالة؟ إيه بس لا تعطيناها كذا تورطنا، أعطنا تفصيل فيها شوي ثم ننطلق فيها. طيب قالت لي خلاص أنا طابت نفسي منهم، يعني حالته المادية بسيطة، ويعني صار عليه بعض الالتزامات وأنا ما أقدر أتحمل هالشيء. قلت شوف يا بنت الأجاويد خلينا نجلس مع بعض. قالت ما يحتاج لا جلسة ولا غيرها، خلاص أنا بس الرجل عنده رغبة أنه يعني أكلمك وأسولف معك، ولا أنا خلاص أنا عنده هلي وأنا لا خط خطين وامسح الثالث. قلت والله عاد هذا الأمر إليك. فقدر الله عز وجل وسارت جلسة بيننا وبينهم، فخلنا نقف عند هذا ونتداولها. لكن الرجل قصر عليها بشيء؟ طبعا هو الله يعافينا وإياكم كأنها خسر في الأسهم، يعني هو شخصية ما في شيء، لكنها لا 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 الظروف الحياتية بأمر الله عز وجل. رجل صالح وهي مرأة صالحة، لكنها سبحان الله العظيم بعض النساء وبعض الناس سبحان الله العظيم ما يصبر على أن الفقر هذا، كما كنا تكلمنا من قبل، الفقر بعض الحين يفتح لك آفاق، يفتح لك خير، يفتح لك ارتباط مع الله جل وعلا، تلجأ إلى الله، تتعرف قدر هذه الحياة، تعرف قدرك. فهي ما تأثرت، يعني كانت في عيشة طيبة ثم بدأ ينزل فما قدرت تتحمل. يعني الركيزة نقص. اي نعم. أبو عبد الله شو رأيك؟ الله يطول العمر، ما نقول عسى الله يعينهم يا رب العالمين. آمين. وهذه الدنيا ما قلت بزي أنت شيء، ما أعطيت أنا شيء، لا بس هذه الدنيا هذه يعينهم كلنا، الله يعينهم هذه الدنيا. تفضل. الله يعينهم هذه الدنيا، الله يقضي. لا نبي علوم يا أخوي، عطنا حل، خبرتك يا أخوي بالحياة. والله طول عمري تراني سرحت شوي. طيب هو يقول باختصار بيصرفنا جلتو هو يقول أن الرجل كان يعني وضعه المادي جيد، وكانت مبسوطة معه مستانسة. أي نعم. لما جت أزمة الأسهم كان من ضمن اللي يعني على ما قال هزت مستواه المعيشي، فكأن بعد نزول المستوى المعيشة طلبت الطلاق، ضعافته. أي يعني ما جمعها بها إلا الدراهم. ما هذا أنت شو رأيك أنت؟ أي خلاص. ما صراحة أنها أخطت عليه ولا قدرت ظرفه اللي حصل، وهذه ظروف أنت حصل. يا سلام. يا سلام. أبو صالح. والله أقول الجميل بالموضوع أنه الخلاف يعني كله على مادة، يعني على أنه قصر المادة، مو بخلاف بصفاته أو أشياء ثانية يعني. فلعله تذكر أنه المادة قد أنها تقصر عليه وعلى هله مثل ما قصرت عليه، يعني أنها ما هي بثابتة. وتعطى بعض الأمثلة على قصص أو ذا من الناس اللي كانوا من فقر وصبروا وظفروا بالأخير، يعني مثل ذول يتوقع أنهن يغيرن النظرة. يا سلام يا سلام. أبو محمد نقول مثل هالقصص
يكون فيها من الله جل وعلا اختبار وابتلاء للزوجين، وأن الدنيا لا تستمر على حال، الغنى لا يمكن أن يستمر والفقر لا يمكن أن يستقر. والله جل وعلا إذا أحب عبده قد والله جل وعلا إذا أحب عبده قد يقفل عليه أبواب الرزق. ولذلك كان ورد في الحديث أن ملك في السماء ينادي إذا أحب الله عبده ورأى أنه يطرق أبواب الرزق وأبواب الدنيا قال أقفل على عبدي هذا الباب فإنه سوف يفسد عليه آخرته. الله، فيغلق هذا الباب وهو لا يعلم أن الله جل وعلا أراد به خير. ولذلك نرجع نقول حسن الظن بالله، أحسن الظن دائما بالله. ففي هذه القصة اختبار وابتلاء، ويجب على الزوجين الصبر، ويجب أن الإنسان في الحياة الزوجية يتوقع كل شيء، سواء الغنى سواء المشاكل سواء الخلاف سواء ولكنها تحل بالصبر، استعانة بالله جل وعلا، كثرة الذكر، كثرة الاستغفار، كثرة الطاعة، لجوء إلى الله جل وعلا، وليحل مثل هذه الأمور. نعم. سأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. تبارك فيك، ما شاء الله تبارك الله. أبو عبد الله، تتذكر حياتها سابقا معه لما كان موسر الله عليه فلم يكن يبخل عليها، فلما حصلت له هذه المصيبة عليها أن تصبر. الأمر الثاني، تتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فتزدروا نعمة الله عليكم. يا سلام، هي أفضل حالا ممن أقل منها. هي أقل منها، نعم. والأمور إن شاء الله ستأتي بإذن الله، سيفتح الله عليهم. الله يسعدك أبو عبد الله. أبو حسان، والله أنه من سوء الشيمة أن يفترقون على شيء تساوينا مع حنو الأنعام، متاعا لكم ولأنعامكم، وش تقول بعدين للمجتمع؟ وإذا فتح الله عليه بعدين، والزوج الثاني اللي بيجي لازم يكون غني ويكون، ولما يسمعون عنها وليش طل ليش تركتي؟ قالت والله افتقر. هذا غير صحيح. يعني لو ما عندنا دين يضبط حياتنا كان العرب فيهم شيم وقيم وستر. أعرف قصة مثل هذه عكسية، تركته فاغتنى، تركته فقير فاغتنى، فعادت ما جاهد بسمعوا عن قصتها وخبرها، قالت أبغى أرجع. قال والله ما ترجعي، والله ما تعودي، يوم كنت في فقر وكنت في حاجة وقفتك تسوي بكنا. هذا من قل الشيم والقيم، فضلا عن أنه دين ندين الله به أنها تصبر عليه وينتقلون إلى مجتمع قريب من خط الفقر، مجتمع ثاني في مكان معين، في مكان يشوف محل يتأقلم معه ويتوبط ويرمم بعضه وتصبر معه، وما تدري لعل صبره عليه هذا يفتح الله سبحانه وتعالى عليه رزق واجد، أو قد تبتلى واحد ما هو فقير فقير وأحواله زيد أحوال. أنا أرى أنها المرأة دائما ترى صاحبة عقل كبير يأتي عند ضعف الرجال، الرجال فيهم قوة لكن عند ضعف الرجال فيه فترة كذا يعلمنا الله أن التدبير عند الله، ثم يجعل في بعض خلقه من عنده أحضن أحسن منك. تستشير المرأة في مسألة معينة تجيب لك فكرة ما أدهى منها ولا أحسن منها، فكونها تترك كذا أم أربعة أولاد علشان ما أفتقر، هذا والله أنها يعني مزعج. مزعج أبو عبد الله، الناس بتعرفها ثم تلوم ألوم كبير. الله يبيضيك أبو حسن. أبو عبد العزيز، دائماً آخر واحد يصير خلص اللي عنده، لكن نلحق على بعض الشيء. يعني يذكرها أو أحد، طبعاً لازم أحد من أهلها وأحد من أهلها، مسألة أنها بس أبو عبد العزيز صار أمها وأبوها وصار أمها وأبوه دام أنها دخل بالاستشارة. فأنا أقول يتذكر مثل أبو الدحداح وش سوت زوجته، كلش لله، ربح البيع. إي مرة ربح البيع. فتذكر أن الدعوة ترى دنيا زائلة، ما بصحيح. ولو اتطلقتي وش اللي بعده؟ لازم تعرف أنه لو اتطلقت وش بعده؟ من يجي بياخذها وهي مطلقة؟ بياخذها غني، وإن خذها غني بتمتع بها فترى يمكن يقول يلا مع السلامة. فهذه لابد أنها تذكر أنه وش اللي بعد الطلاق، طلقتي الآن وش اللي بعده؟ الصبر خلصنا، هي تقول ماني بصابرة، أنا كنت في نعمة وطحت الآن، وش اللي بعد الطلاق؟ أنت فكري واجلسي مع نفسك وش اللي بتلقينه بعد الطلاق، فيمكن ترجع لعقلها. هذا اللي أنا أقوله. بيض الله وجهك.
طيب أنا بعطيكم من ناحية ثانية. أنا أقول مثل هالمسائل هذه إذا كان سببها الفقر فأنا أقول يعني هذا معيب على الزوجة وعلى الزوج أيضا وعلى أهلهم. أنا أقول والد الزوجة وين دورك؟ إذا عرفت أن زوج بنتك والله وضعه المادي مش ولا بد، وين دورك معه؟ ليه ما انطلقت؟ مو شرط مباشرة، ترى عن طريق أختها، عن طريق أخوها، عن طريق يعني لا يقصر عليها شيء، لأن أكثر المشاكل سبحان الله إذا منه خصوصا هذه في طبقة ثم نزلت، وين دورنا حنا أننا نغطي اللي صار هذا إلى أن يفرجها الله سبحانه وتعالى ثم تعود له مرة أخرى، يعني يغنيه الله عز وجل مرة ثانية. يعني أنا أقصد أنه أيضا لنا دور، الأهل لهم دور، لابد الأب الآن لا تخلي بنياتك يسألهم وشلون أمورك يا بنيتي، وشلون ما أكلكم مشربكم، في شيء قاصركم؟ أخواتك نفس العملية، أخواتك المتزوجات ترى يمكن في مشاكل في بيتها بسبب المادة، أنت ممكن تكون سبب حلها وهي رفعتك عند الله عز وجل. ولذلك أيضا نبادر يا أخيتي وشلون أموركم، وتراه بيوضح، بيوضح في ملبس عيالها، بيوضح في ملبسها هي، بيوضح في الهدية اللي تجيبها، هل هي بتجيب شيء، هل أنت ترى بتدرك؟ ولا تروح أنت تقولها، ممكن تستحي منك أختها اللي قريبة منها، أختك اللي أقرب، اللي أخوك اللي أقرب لها. إذا أنت والله لا أختك أنت أقرب لها لا بأس اسألها مباشرة، لكن لا نكون سبب يعني في حل جميل ونحجم عنه. يعني تذكروا القصة اللي ذكرتها اللي تكلمني عشان والدتها، تقول والدتي شديدة، والدتي بهذلتنا، وكل ما جينا كرهتنا في الجية، ولكن ولا تبينا، ولا طلينا في البيت، ولا كأننا عيالنا ما تبيهم، ولا شوف الأم خصوصا واحدة من أخواتي، تقول خصوصا واحدة من أخواتي يعني ما هي بتبيها أمي أبد. قلت ليه؟ قالت والله حالتها المادية أقل وكذا قلت شوفوا بالنسبة للوالدة فهنيئا لكم الأجر، أجر البر الصبر وأجر الصبر، أنت الحين خدتوا أجري. وإذا كان هذا طبعها فلا بد من التحمل، حطي هذا في بالك. لكن تعالي خلي الوالدة الحين، أعطيني أختك الآن اللي حالتها المادية مش ولا بد، كيفها مع زوجها؟ قالت قبلها مشاكل. تدري من السبب؟ قالت من؟ قلت أنتم، أنت وأخواتك أنتم السبب. قلت لا والله إحنا ما لنا علاقة في الموضوع. قلت لا لكم علاقة ونص، أنت الآن معلمة والثانية معلمة والثالثة موظفة وظيفة زينة وكذا، أختكم هذه ما عندها شيء، لو كل واحدة منكم خصصت 500 ريال شهريا وعطت إياها، أنتم 5 أو 6 جاها 3000 ريال شهريا، تراها حلت مشاكلها في البيت، هو مبلغ بسيط بالنسبة لكم. جميل. إلى أن يفتح الله عليهم. قالت ها والله أنا ما فكرت في أختي. قلت لا لا اتركي الوالدة، أعطي أخت الآن، ركزوا للأخت، كلمي أخواتك حددوا لها مبلغ معين، يعني خلوكم مثلا 6 في 300 كم هذه؟ 1008 ترى 1008 بتعيشها، تراها تجي البيت عندكم تشوف عيالكم أحسن من عيالها، شوف ملبسكم أزين من ملبسها، شوف جوالكم أزين من جوالها، شوف ذهبكم أزين من ذهبها. هذا كله إيش يحركها؟ فتروح لزوجها. لكن لو غطيناها حنا كل شهر يجيها 1008 2000 ريال، وأنا أجزم أنكم تقدرون 5 مو بقى. قالت والله أنك ذهنتنا شيء غايب عنها، فتحت باب لهم. أي وجزاك الله خير. شوف نسيت أمها الآن راحت. فاللي أنا أقصد أنه يعني مثل هالحالات حنا نحرص يا جماعة الخير أننا نبحث عن أحوالهم. يعني تلقاه زوج من أطيب الرجاجيل وكذا ثم تخسره وشو عشان المادة وانت قادر عليها، لا ابذل، عطها بطريقة غير مباشرة، هدايا، المرتب الأمور يعني بحيث الأمور على ما قال تزيد. أنا بس أباخذ الهاشتاج سريع، والهاشتاج ما شاء الله ملعلع ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة الخير الهاشتاج مليان. تقول أم نواف تبارك الرحمن يا أبو محمد الله يرفع قدرك، والمهيدب على ما قال يستاهل، الله يسعدها ويرفع قدرها.
وتبشرنا أيضا بالأمطار، تقول يزيل الأمطار اللي روت القلوب، أمطارهم في الطائف ما شاء الله تبارك الله. تقول أنا أشوف اللي ما تصبر على ظروفه ظروفه تقف مع زوجها في شدتها الله يستر عليها، المواقف تبين من يصبر ومن يتخاذل، من يقف معك ومن يتخلى عنك. وأنا أقول أيضا الأهل لهم دور والإخوان والأخوات. غالبا قوة المرأة تأتي مع ضعف الرجل، يقولها عبد الله الشيحان MMR تبشرنا بالخير، تقول جانا الخير، الشيحان يبشرنا بالخير ويعلمنا معنى الوسم الله يسعده ويبارك فيه، صالح الشبرمي يعطينا أنواع حائل. أنا بس خلني أقول ما أنطلق في هذه مدام اللي تكلموا عن الحالة، وش صار عليك أبو عبد العزيز فيها؟ يعني كلامكم كله جميل كما عهدناكم ولله الحمد، يعني كلكم متقارب الكلام ولله الحمد. طبعاً قلت لها أنت كم جالست معه؟ أنت الحين بينس وبينها أربعة، جيد، وأكبرهم الظاهر كان ذيك الأيام في المتوسط أو في أولى المتوسط أو في الحدود. قلت أنا كان تبي النصيحة أصبري فترة خلي نشوف، ثم لا تخسرين هذا. في تعليق بالنسبة كان والدها متوفى يعني، وما حالتهم بعد مبروكة طيب من جهتين مرة، حتى بعد كذا سنة توفيت والدتها الله. أنا متواصل مع العائلة، فالشاهد قالت طيب أنت الآن وش تبي تشور عليه؟ قلت أبي أشور عليه الناس استمري، فهمتي؟ وأنا متيقن تران إذا استمريتي ترى تزين حالتكم يعني، وجربي. طبعا هو الآن نفسيا على أساس الأمور المالية شيء طبيعي، أنت خذيتي وديك الأيام أموره زينة، المرأة بعد تصبر على الزوج، بعضهم يتصبر على أمور ردية الله يعافينا، الرجل مستقيم ما تفوت صلاة، رجل ما شاء الله محافظ على دينه، محافظ لا يضرب سلاك. قالت لا والله الحمد هذه كلها مي فيه. قلت طيب قدر الله، ورجعت لأنها كانت جالسة عند أمها فترة، فسبحان الله رجعت جسد فترة زان حالته، بدأت تزين حالته، كان طبعا في بيت أجار سبحان الله. ثم مشت الأمور، بعد فترة بشروني طبعا مستمرين معي، بشروني بتخرج ابنهم ما شاء الله، فصار مهندس، فتخرج الثاني صار موظف، تخرجت البنت، الآن البنت الصغيرة الظاهر في الثانوي، في الثانوي فهمت، شروا بيت ما شاء الله، حالتهم مستقرة الآن ما شاء الله. فتقول لي وهو يقول لي جزاه الله خير، يقول والله العظيم ما كنت أتوقع يعني أموري بتزين هذا. قلت فضل الله ثم سبحان الله العظيم الصبر. ومرء وزوجته فيها ميزة عجيبة، عاقل، هي متميزة من بنت خواتها بعقلها، ما أحد يسيرها. يعني بعض بناتنا الله يصلح لنا ولكم إني وذري يقولوا آمين، وأبنائنا بعض الناس يسيرها الواحد، لا الصاحب بعض الأحيان ساحب، لكن أنت خل بعد عندك عقل تفكر فيه. يعني هو سقط في هالأمور المالية لكن بإذن الله يطلع بإذن الله. والآن أبشركم مستقرين، ومن فضل الله عز وجل على هذه المرأة وعلى هذا الرجل عندها أخو، تقول لي قبل فترة صارت لها يعني وعكة، فما عندها أحد، مطلق، جاء عندي في البيت وأنا اللي قمت عليه أنا ويا عيالي. نعم. هذه المرأة، فأسأل الله في هذا المكان، وكان أنا بأرسل لها هذا، أسأل الله أن يبارك فيها وأن يسعدها وأن يجزي المثوبة لزوجها، لأن زوجها بعد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رجل اللي خلى خال عياله يجي عنده في البيت، لأن بعض الناس والخير لا يزال ولله الحمد، الخير كثير ولله الحمد. وأبشركم هالمرأة الآن ما شاء الله لا قوة، فتح الله عليها في صبرها، وأبنائها الكبير الآن مهندس متميز تبارك الله ما شاء الله. نعم. ما شاء الله الحمد لله، الله ينفع بهم، نسأل الله أن يصلح القلوب. إذن الصبر وحسن الظن بالله عز وجل، يا سلام، هذه سبحان الله ربط عجيب.